الجولة في موقعنا على الانترنت الشروق دوت نت نقرأ: قطار المواصلات ينطلق في 21 من نوفمبر الجاري. قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح يوم الأربعاء إن قطار المواصلات بولاية الخرطوم سيعمل اعتبارا من 21 من نوفمبر الجاري. وكشف أن اللجنة الوزارية لمعالجة أزمة المواصلات العامة وقفت قبل يومين على عدد كبير من الباصات المتوقفة. وأوضح فيصل بحسب وكالة السودان للأنباء أن الباصات الجديدة التي تعمل حاليا في خطوط المواصلات المختلفة يتراوح عددها ما بين 250 إلى 300 باص بشكل يومي. قال إنه تم استيراد قطع غيار لصيانة الباصات المتوقفة حتى تدخل في الخدمة، مبينا أن الباصات القادمة من السعودية وقطر هي باصات تم شراؤها في وقت سابق وهي تحتاج لصيانة، لأنها ليست جديدة وإنما مستهلكة، وبعضها التي وصلت خضعت لصيانة وتأهيل. وقال فيصل أن هناك باصات سيتم شحنها للسودان من دولة قطر في 15 من نوفمبر الجاري. وذكر أن القطار سيعمل في الجزء الشمالي اعتبارا من 21 من نوفمبر الجاري، وذلك لأن هذا الجزء جاهز وسيبدأ من محطة الخرطوم بحري وحتى الكدرو والجيلي. وفيما يتعلق بالجزء الجنوبي الذي يبدأ من محطة الخرطوم وحتى الشجرة ثم سوبا، يحتاج لبناء بعض المحطات في الطريق ما بين الخرطوم والشجرة، وتم التوجيه بالبدء في بناء هذه المصاطب والمحطات. صحيح. طيب، من المتوقع أيضا أن تكتمل خلال أسبوعين ويكون بذلك القطار جاهزا للعمل ما بين المناطق التي ذكرها من الجيل حتى وصولا إلى الشجرة. إمكانية هذا القطار في حل الضائقة التي يشهدها السودان، ضائقة أزمة المواصلات، لا تحدثنا في جزئية أخرى تهم القطار وجزئية أخرى تهم الباصات التي تم استيرادها من السعودية وقطر، وإمكانية أيضا سد الفجوة الحاصل. والحديث كله في إطار المعالجات الآنية للمشاكل، وأنا بفتكر أنه القطار ممكن يساهم بشكل كبير جدا في تخفيف ضائقة المواصلات، لأنه الطرقات يعني الآن ثبت أنه حتى إذا أنت جبت باصات أو كذا الطرقات أصبحت مزدحمة على طول الوقت، خلال 24 ساعة مزدحمة، هناك كثير من الأعطال في بعض، هناك كثير من العربات الخاصة، يعني أشياء كثيرة ليست في يد الحكومة أنه تقرر أنه تقوم تفضل الشوارع تقول الناس ما تقعد في البيوت. فالقطار ممكن يساهم بشكل أكبر من البتاع باعتبار أنه قطار بحري بيمشي يمسك المنطقة بتاعت لحد ما يصل الجيل. نهاية ولاية الخرطوم في جيلة الآخر، وده أنا يعني ندعو الحكومة أنها تستعجل فيه، برضو منطقة بتاعت كثافة سكانية الناس كلهم ممكن يستغلوا القطر بذات الناس المشاوير الطويلة أو المسافات الطويلة، يعني وممكن يساهم بشكل كبير، إضافة إلى 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 الباصات اللي أصلا هي برضو كانت ساهمت بدور كبير لأنها اشتغلت على النظام الدائري، يعني الطريقة الدائري عبر ولاية الخرطوم. يعني طيب أستاذ الشيخ، يعني رشحت أيضا في الأخبار أنه تعرفة القطار حتكون 10 جنيهات، يعني ويعني الآن في قطر حينزل للخدمة، في باصات يعاد تأهيلها، في باصات برضو حتجي، شنو المفروض يكون دور المواطنين في المحافظة على هذه الممتلكات بتاعت مواطنين، ممتلكات دولة حقتنا إحنا كلنا كسودانيين، يعني شنو دورنا إنه نحافظ عليها؟ لأنه في فترة ما كانت شركة ولاد خرطوم شركة المواصلات كان جابت باصات وكانت في بدايتها كانت ممتازة جدا، لكن تعرضت للتهلكة، يعني إحنا ذات مرات عندنا سلوكيات بتتضرر منها هذه الممتلكات العامة. وطبعا الحديث عن 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 ثقافتنا وسلوكنا حديث كبير جدا جدا، لانه نحن كسودانيين اي فرد بنفتكر انه اي خدمه مفروض تقدم لنا ونحن قاعدين في مكان، حتى شكرا لنا فاهمين انه دي حقتنا نحن، أيوة الحقيقه عشان نحافظ عليها ولا نعم لسه نعم وصلنا للمرحله دي، يعني يفترض الناس يتعاملوا معاها كانها هي يعني جزء منهم، بل في بعض الدول حتى المخالفات المروريه والمخالفات الاشخاص العاديين أصبحوا يعني يوقفوا هذه المخالفات، مش نحن نتنافس نتحايل عليها فأنا بفتكر أنه دي بداية لتكوين شركة كبيرة حتحل، لأنه أصلا مشكلة المواصلات ما بتتحل إلا بشركة كبرى شبه حكومية يعني بتدير الشأن بتاعها، لكن دي حتى نتقدم فيها يجب أنه سلوكنا يعني يكون راغي جدا في التعامل معها. أستاذ الشيخ، يعني القطار المحطة بتاعت القطار الجاهزة من بحري إلى الجيل دي جاهزة للعمل، ولكن ذكر من الخرطوم حتى الشجرة مرورا بالمناطق الأخرى تحتاج لمزيد جدا من بناء المصاطب أيضا والمواقف المعينة.
ما المطلوب أيضا في التنسيق ما بين الجهات المسؤولة وزارة النقل والمواصلات وزارة البنى التحتية من أجل التنسيق أكثر ومعرفة المناطق التي يقوم بها كثافة عالية جدا من المواطنين في أوقات الذروة أو غير من الأوقات الأخرى؟ هو أصلا ما بقولوك أنت لما تكون داير تمشي عديل بقول لك قضيب قطر أصلا الخط ما واحده، لكن حيعملوا المحطات متباعدة. وانا اعتقد يعني هم شرعوا فعلا، يعني السيد الوزير هو بس داير يدي نفسه يدي الحكومه مسافه حتى بتاع، لكن هم شرعوا وعارفين حتى المحطات وعارفين حتى يعني صحيح احنا القطر ما فيه ثقافه حقت السودانيين براون بتاعت انه كل مترين محطات متباعده زي كل العالم يعني، وده ممكن يوفر الوقت برضه ويساعد في الوصول الى اماكن العمل بسرعه كبيره.